السلام عليكم، صباح الخير. مساء الخير، فين ما كنتوا كيما ما كانت اوقاتكم. الله يمتع عليكم بالخير ان شاء الله. هاي everybody، هاو ار يو؟ اوكي، ليتس ستارت رايت ذير. هير اي هاف سام دراي بيرسلي، فريش بريست جارليك، اي هاف سام سيزنينج سولت اند جارليك باودر. سيزنينج سولت هاز ايفريثينج، اوكي، اند ذن ام غانا اد اوليف اويل. اوكي، this quick recipe, you're gonna love it. Kind of cup and half of olive oil, okay, or cup, up to you. I will see how much I'm gonna end with. So اليوم عندنا ثومه مطحونه، المدنوس الا كان عندكم فريش او يابس بحال بحال، واحد الخلطه ديال اللقامه كتكون ملحه، فيها الثومه، فيها البصله، فيها النسمه ديال الزعتر. المهم، ولا ديروا الخلطه اللي بغيتوا، اي نوع ديال التتبيله اللي بغيتوا غديروها. غادي نخلطوا هذا الشيء كامل كما كتشوفوا معنا يا سيدنا. اوكي، فهنايا كما قلت لكم تقريبا واحد الكاب حتى الكاب ونص، واحد الكاس كاس ونص تقريبا، هو هذاك اللي شايط في هذه القريعه، هو سلام. اوكي، زيت الزيتون. اوكي، اللي ما عندوش زيت الزيتون راه ممكن يقتصر على الزيت العادي. اوكي، كانولا اويل او فيجيتابل اويل، دازنت ماتر. سو نحركو مزيان. سو اند هير اي هاف سلايسد ايج بلانت، اي اوريدي سوك ات ان كولد واتر اند سولت، اي درين ات فيري ويل، اند ذن ام غانا براش ات اند روست ات ان ذا اوفن. اوكي، نبنو مزيان بهاد الشكيله، يعني على الوجه هو على الوجه الثاني، غادي نحطوه في الفران يتحمر. فتقريبا ما شاء الله انا دايره واحد ثلاثه ديال البنجالات، ف الفران يلا غيتحس عليا جوج ديال الطاوات، صافي نديرو داكشي بالتناول. اوكي، نيجي غادي نشوفو اش غادي نديرو فيه. ايوا، نيجل هذا هما تحمروا وجدهم كيفاش بغيناهم، شكي كيجيو هائلين. نبدا three large jumbo eggplant. I wish it can be just right for my recipe. I think so. It would be enough. We will see. But the seasoning, oh my god, the seasoning is so good. ما دار على الإضاءة. الضفات الكوزينة عندي ما ناش happy with it. So this light in the kitchen, I don't like it. Even with the ring light. So sorry about the life. But I think the view is good. Okay. إوا هنايا غادي نفحو البصلة بطبيعة الحال، دايما الطاوة ديالنا ولا الطنجرة ولا اللي كان دايما سخونين، عندنا في الزيت بلية غادي نفحو تقريبا واحد جوج ديال البصلات شوية كبار أو ثلاثة متوسطين. So we're gonna salt the onion. I used two large ones. You can use three medium size. And we're gonna add our garlic, of course. My garlic, my love ingredients everywhere I go. غادي نزيدو التومة بطبيعة الحال، حبيبة على قلبي. أنايا كنكتر التومة، أوكي؟ هذه خدوها قاعدة معايا، أنا كنحمق على التومة. غادي نشحروا معها الكفته، تقريبا واحد الكيلو ديال الكفته، almost 2 pounds ground beef. Crumble it very well, mix it together with the onion and garlic and olive oil and just mash it very well. Okay, I'm gonna use always the masher. It helps a lot. والله هاد اللعيبه هاد ما عرفتي شنو كتسمى، المهم كتعاون بزاف. وعاد ولا عندك اي تراب ولا اي سباتولا ديال الخشب تتساعد مزيان. المهم هو ان الكفته خصها تحل تفرتت مزيان، يعني الكفته خصها تكون
تحلات ما تكونش مكوره بزاف، حيت حنا ما بغيناش ميت بولز، حنا بغيناها كفته مهرمشه مفرته بالمزيان. سو كرامبل يور ground beef as much as you can, and then we're gonna add our seasoning, which it was Italian seasoning, and some salt, of course, black pepper. That's three seasoning. It will be just enough on that recipe. Okay, so التتبيله اللي اختصرنا عليها هي seasoning italiano or Italian seasoning اللي فيها الازير، الزعتر، شويه الحباق، شويه المارجورام، طبيعة الحال ضفنا الملحه والفلفل الاسود. هاد لاصوص هادي عندها تقريبا نفس لي زانغغيديون اللي كاينه في لاصوص في الكفته اللي فيها الايطاليان سيزنين. هي عندي فيها البصله مشحره مع الثومه مع السيلانترو فريش والايطاليان سيزنين اوف كورس. اوكي، غادي نضيف واحد لاصوص طوماط غير مملحه، سو انسولتد صوص توميتو صوص ضفتها على I added to the sauce. It was already I have it left off from my stuffed stuffed cabbage by the way. Of course I taste my food and I need some seasoning. I need the flavor. Trust me. You have to taste your food because you need the aroma of that seasoning. It's really good. طبعا الحال عندنا الباستا جاهزة. My pasta was cooked already. Any pasta, spaghetti, linguine, the penne, the elbow, anything, any pasta you can use, go ahead and do it. Orzo, il santer, you can. Mhamsa, any couscous, not Moroccan couscous, but Israeli couscous. It's really good too with that. Okay, we're gonna add our meat sauce to the pasta. Mix them very well. غادي نضيفوا لاصوص ديالنا ديال الكفته للباستا اللي حنايا كنا مجهزينها مسبقا. بالحق راها فريش وبازل سخونه، كنقطروها مزيان من الماء وكنديروا لها واحد شويه ديال الزيت باش ما تعلقش لينا. So when you drain your pasta you need to add a little bit of oil so it won't get stick and clumpy. In the side the pan it goes to the oven already greased. I'm gonna add some fresh cilantro, enough to taste it. I did a little bit extra because I like it. That cilantro, it's Spanish and it's Asian cilantro. It has really good flavor, really good flavor. That's a roasted eggplant. It was a night ahead. The day I roasted, it was not the same day I'm using it. Okay. So just arrange your eggplant as the way is gonna be good for your pan going to the oven. So I was playing with the pieces which one is gonna be, and I found out that there is some thick pieces they need to go in the bottom, so I keep playing moving around the pieces. So غادي نحطو شرائح الدنجال او البدنجال اللي انا كنت وجدته بليله قبل ما استعملتوش في نفس الليله. دائما كنسبق الشغل عندي باش ما كنضيق شايف الامور مع الخدمه مع الاولاد مع راك ما عارفين، فكنوجدوا كنساعدوا نفوسنا باننا نجهزوا الاشياء عن مسبق او بالمسبق او بليله ولا بيومين بعض مرات ماشي مشكل. سو كنفرشوها مزيان على الصح اللي يدخل الافن. هير ام جست dusting some parmesan cheese. I'm gonna put my pasta meat sauce in. درنا البارماجان، جبنة البارماجان، وبطبيعة الحال غادي نحطو الباستا مع لاصوص ديال الكفتة اللي هما خلطناهم مع بعض، وغادي تضيفي البارماجان. You're gonna put the parmesan again and then I'm gonna put موزاريلا تشيز. غادي نستعمل موزاريلا، جبنة الموزاريلا هكايا. يا اما تشريها طرف كبير وتحكيها لراسك، يا اما تشريها جاهزه بحال هذا الشكل، فاللي كتجيك سهله غديريها. عندك تشادر ديريه، عندك اي نوع ديال الفرماج انتي كتفضلي ديريه ديريه. بطبيعة الحال كاينين شرائح اخرين غادي نغطيو بيه هكايا باش ما يسيحش لينا
الفروماج. We're gonna cover the top, so we're gonna keep the cheese inside. We don't need it to be melting outside. Another dust of Parmesan cheese, because this is gonna be so good. Parmesan with Italian seasoning, it goes together. So it's a cake, it's a tarta, so whatever you can name it, go ahead. But it's a really good tart, eggplant tart, or meat sauce eggplant tart. اللي بتسميها ولا بدن كيكة البدنجان. على الجانب بطبيعة الحال ما نساوش درت الطنجية ديال الغنمي هاد المرة. So that pot it with the lamb this time. ما نقولكمش على الريحة كي كانت هائلة جدا. وبطبيعة الحال كنشكر الناس اللي دخلوا عطوني ملاحظات على اول مره كنت درت الطنجيه. فعلا ملي كنديروا الثقب وين يو بوكت ذا الومنيوم والبارشمنت اند البارشمنت ذا ستيم ات داز نوت جو انسايد باك ذات مينز ات وونت بي ا لوت اوف جوس بات بيليف مي وذ ذا لام سمثينج ايلس ديفرنت ذان ذا بيف اي لاف ات I did love it. It was so good. Thank you for all your advice. I'm serious. It helped me a lot because I never make tangia before. كنشكر جميع الناس اللي عطوني نصائح على الطنجية الأولى. فعلا نصيحتكم فرقت معايا هاد المرة وما جاتنيش مرقة بزاف. لا طاخت ديالنا وجدات وكانت شاط لي الباستا فحطيتها عاوتاني في الصحن ودرت عليها الفروماج جات بحال شكل ديال لازانيا. جد زوينة. So whatever I have left from my pasta and meat sauce, I just add some cheese and take it in the oven. And it was, voila, it was good. Like you eating lasagna. But it was perfect. Perfect. Try it. It's easy, easy, easy. It's not big deal to make it. The kids, they will love it. And plus, it's good to freeze it. It's good to have it as leftover. So anytime you want it, just put it ahead, defrost it like overnight, and the next day you're gonna have dinner ready. So look at this. It's beautiful. It's not sticky. It's not burning. It's just fine. So put it back and make it upside down again, and the look is gonna be just a cake. Eggplant cake. Eggplant tortilla, not tortilla, tarta or tart. Beautiful. بصحة وراحة. شكرا لكم على التتبع. يونجي ونحلو الطنجية. جات كتهبل. في الحقيقة لصوص اللي جمعها هاد المرة مشي كتير وليني عجبني بزاف بزاف بزاف. جديد جديد. فما تنظنش ان الا كون زدتو طريق اخرى كان ممكن وقيلة يتحرق ليا. انا كنخاف على الطنجيه ديالي ما عنديش وبعيد عليا باش نمشي نشري وحده اخرى. هذه لا قلوشه كيقولوا لها قلوشه. المهم شنو ما تسمات اللي كنقول لكم هو ان هذه الطنجيه جات مخطره مع ذلك في هذيك المريقه جات مخطره. It was nice sauce even you say that much a little bit but it helped me a lot to poke the cover. But with that gravy I just taken with the spatula and make big difference. The meat it was just like melting in the mouth. It's falling from the bone. Here you go, the rice. That rice is the same one as was stuffed in the cabbage. Just right with tangia. Just right. Why I did the rice? Because some of my kids, they don't like eggplant. They like rice too much. So I just make them happy. But I make myself happy too. I freeze the food. Even you see extra food on the table, the parts, it goes to the freezer for another day when I am busy, I'm tired, and our rush time, it's like we cannot cook. So we just defrost them in the microwave and ready to eat. It's better to microwave your food, fresh food, than buy a microwavable food from outside. No preservative, no additive, nothing. It's fresh and it's homemade. بصحة وراحة.
نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ان شاء الله. مزيد من الدعم منكم. اللي كيشوفني اول مره ما ينساش وما يبخلش عليا فضلا وليس امرا، ديروا لنا تعليق وكومنت وشير واشتراك، اشتراك ورن على الجرس ان شاء الله باش يوصلكم اي حاجه حنايا كنطلعوا بكم، نزيدوا للقدام بكم ان شاء الله. نتمنى تكون الاشياء بالنسبه لكم كتنول الرضا ديالكم او كتساعدكم ولو للحظه او كتاخذوا عنا فكره، كناخذوا افكار من عند الناس وحنا مازال كنتعلموا كاملين، كنستفدوا من بعضنا كاملين. كنقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا على كل تعليق، وفعلا فعلا طنجيه جات زوينه واخا كتجيني شويه جوسي، باقا ما كتجينيش. انا في الحقيقه ما تنبغيش تجيني من الدمعه، ولاني ملي كندير لها التغميسه بخبز ديال الزرع ديال الدار، ايوا صراحه ما نكذبش عليكم هائله. الى هنا نقول لكم بسلامه، الى حلقه قادمه، الى احسن الاوقات ان شاء الله نتلاقاو فيها. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى لقاء جديد.